بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا موضوع جديد اللي هو البايكسيال بيندينج، العزم باتجاهين. يعني احنا سابقا اخذنا فقط عزم باتجاه المحور الرئيسي اللي هو باتجاه اكس، فاذا هنا اذا كان عندنا يعني عزم باتجاه اكس وعزم باتجاه الواي بالنسبة للبيمز، مثل ما اخذنا سابقا انه عندنا بيمز فولي ريسترايند بيمز، الجسور المقيدة، وعندنا جسور غير مقيدة. فبالنسبة للجسور المقيدة فلازم تتحقق عندنا العلاقة التالية: الـ mx factor moment maximum باتجاه x على المومنت كاباسيتي اللي هو باتجاه x كل أس z1، زائد العزم باتجاه واي على المومنت كاباسيتي باتجاه واي الكل اس زد 2 لازم تكون اقل من 1. مثل ما شفنا الكابيتال ام اكس هو الفاكتور مومنت اباوت اكس اكس اكسس، والكابيتال ام واي هو الفاكتور مومنت حول الواي واي اكسس، والام سي اكس هو المومنت كاباسيتي حول الاكس اكسس. والمومنت كاباسيتي مثل ما اخذنا سابقا انه هو يعتمد على الكلاسيفيكيشن، يعني اذا كان المقطع بلاستيك او كومباكت الى معادله، سيمي كومباكت فهو الى معادله اخرى. الام سي واي هو المومنت كاباسيتي باتجاه الواي، هو يعني نعامله نفس معامله المومنت كاباسيتي، يعني استخراجه مثل المومنت كاباسيتي باتجاه اكس، ولكن هنا راح نستخدم حسب الكلاسيفيكيشن، يعني اذا كان بلاستيك او كومباكت راح نستخدم البلاستيك موديولس، بس هنا نستخدم بلاستيك موديولس باتجاه واي الاس واي، او اذا كان المقطع سيمي كومباكت فراح نستخدم الالاستيك موديولس ولكن باتجاه واي الزد واي. هنا الزد 1 اللي مرفوع لها القيم باتجاه اكس تساوي لنا 2 بالنسبة للاي او الاتش سيكشنز، وتساوينا 1 بالنسبة للمقاطع الأخرى المقاطع المفتوحة، والزد 2 اللي هي مرفوع لها القيم اللي باتجاه واي تساوينا 1 بالنسبة لكل المقاطع. كأكثر يعني محافظة أكثر أمان إذا نريد نشيك، نعتبر الزد 1 والزد 2 هم اثنينهم واحد، وبالتالي راح يكون تشيكنا يعني بالسيف سايد. هذه بالنسبة للبيم الفولي ريسترايند الجسور المقيدة تماما. بالنسبة للان ريسترايند بيمز الجسور الغير مقيدة، فمثل ما شفنا احنا بتصميم الجسور الغير مقيدة بالنسبة للعزم الواحد باتجاه اكس، اللاترال تورشنال باكلينج هو الى التأثير الاكبر بالنسبة للمومنت كاباسيتي، مثل ما شفنا الباكلينج ريزيستنس مومنت اللي استخرجناه باعتماد على البيندينج سترينث، البيندينج سترينث اللي كانت بي سب بي واللي استخرجناها من جدول 16 بالاعتماد على اللامدا ال تي، مثل ما شفناها بالمحاضرات السابقة، خصوصا يعني بالنسبة للاي سكشن الميجر اكسس اونلي اوف اي سكشنز بيم. فبالنسبة للجسور الغير مسنودة عرضيا عندنا هنا علاقتين لازم يتحققن، اللي هو أول شيء الكروس سكشن كاباسيتي، لازم تشيك الكروس سكشن كاباسيتي اللي هو نفس التشيك السابق، الـ mx على الـ mcx زائد الـ my على الـ mcy أقل من واحد، العزم الأكبر باتجاه x على مومنت كاباسيتي باتجاه اكس زائد العزم باتجاه واي على المومنت كاباسيتي بالنسبة لاتجاه الواي، هذه لازم تكون اقل من 1. الممبر باكلينج حتى نشيك الباكلينج بالسنتر مالت البيم سمول ام اكس، لازم هذول العلاقتين اثنيناتهم يتحققون سوية، يعني مو وحدة تتحقق ووحدة لا، لازم اثنيناتهم يتحققون هذول الانتراكشن ريليشن شيب. سمول ام اكس في ام اكس على بي واي زد اكس زائد سمول ام واي في الام واي على بي واي زد واي لازم اقل من 1، والام ال تي زائد كابيتال ام ال تي على الام بي زائد
الام واي في كابيتال ام واي على بي واي زد واي لازم اقل من واحد. الام اكس هو العزم باتجاه اكس اكبر عزم، والام واي هو ايضا اكبر عزم باتجاه واي. البي واي الديزاين سترينج مثل ما نعرفها، الزد اكس الالاستيك موديولس، والزد باتجاه اكس، والزد واي والالاستيك موديولس باتجاه واي. يبقى عندنا small m x و small m y و small m l t اللي هما معاملات العزم المنتظم المكافئ، the equivalent uniform moment factors. ال m l t احنا اخذناها بالمثال مالت laterally unrestrained، او بالشرح مالت laterally unrestrained beam، وهي من table 18. والام اكس والام واي سمول ام اكس وسمول ام واي هي من تيبل 26، والمبدا مالتها يعني نفس المبدا مالت الام ال تي، يعني مثل ما شرحنا جدول 18 يعني نفس الجدول مشابه له هو تيبل 26 اللي نستخرج منه سمول ام اكس وسمول ام واي. الام كابيتال بي هي البكلينج ريزيستنس مومنت، واللي قلنا نستخرجها عن طريق البي سب بي، بي سب بي من تيبل 16 من اللامدا ال تي. الام ال تي هي يعني نقدر نقول هي نفسها الام اكس، يعني هي الماكسيمم اكسس مومنت بالنسبة للقطعة اللي جاي نشتغل عليها او اللي جاي نشيك لها، البكلينج ريزيستنس مومنت. طبعا موجود عندنا مثال اللي هو مثال رقم 493 صفحة 54 كتاب لام، ممكن انه يعني تراجعون هذا المثال كتاب لام صفحة 54 مثال 493 مثال خطواته واضحة، يشرح لنا على بيم، والبيم هو عبارة عن بيرلين طراحية، مثل ما نعرف الطراحيات بالجملونات بالسقائف راح تكون يعني مسندة بصورة مائلة، لذلك يعني السيلف ويت راح يتحلل باتجاهين اللي هو باتجاه اكس وباتجاه واي، فبالتالي يعني بيم عليه عزوم باتجاهين اللي هو ام اكس وام واي.